بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. وكيف تكفرون؟ شوف ربي معكم، وكيف تكفرون؟ يعني في أشياء فيكم الكفر وأنتم تدعون الإيمان، وأنتم تطلع عليكم آيات الله، فماشي واحد منكم منع من قراءة القرآن أو من سمع القرآن، ولهذا ما عندكم حتى حجة، مش تكونوا مع اللئام هذا اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، دائما معنا رسول الله، التحق بالرفيق الأعلى، ولكن في بخيلتنا وفي واقعنا وفي صميم ذواتنا الرسول معنا عليه الصلاة والسلام. وكيف يغيب القائد عن أمة اختار الله لتكون خير الأمم؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ بعد نجيب الاعتصام بالله، ومقبل قال أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله تبغون عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغض عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، يعني طاعتكم للفريق ده هي كفر بالله، لا صلة لكم بالإسلام.